للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة اللواء دكتور هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. سيادة اللواء أهلا وسهلا بحضرتك. الحديث عن إمكانية أو بحث وطرح قضية انضمام أوكرانيا في هذه المرحلة لحلف شمال الأطلسي بالرغم من أنه سيأخذ مسارا إجرائيا طويلا، هل يراد منه بالفعل بحث موضوعي لضم أوكرانيا للحلف ولا محاولة إرسال رسالة لروسيا؟ أنا شايف إن هو يعني محاولة رفع الروح المعنوية الأوكرانية، والموضوع واضح لأنه هو إذا كان انضمام أوكرانيا لحلف شمال أطلنطي في الوقت الحالي، إذا الحلف بكامل دوله هيخش في مواجهة مع روسيا، وهذا الأمر الحلف حسم يمكن من البداية أنه لا يريد الدخول في مواجهة مع روسيا إطلاقا. يعني تخيل حضرتك في هذا الوقت من الحرب والوقت الحاسم، هل ممكن هذا الانضمام يؤدي إلى دخول كل أعضاؤه لمواجهة أمريكية وأوروبية مع روسيا؟ أنا شايف أن هذا تصريح سياسي هدفه الإطمئنان ولأوكرانيا وليس إلا. لكن التصريح يعني التقني مثلا من وزارة الدفاع الأمريكية بأن دعم الجيش في أوكرانيا بمنظومة باتريوت الأمريكية أصبح أمرا محتملا ومحتملا للغاية، وهذه مسألة كانت من بين المسائل المستبعدة تماما مع الأسابيع والأشهر الأولى من الحرب. ما الذي اختلف أو تغير يجعل الولايات المتحدة تدفع بالباتريوت أمام الصواريخ أو أمام السلاح الجوي الروسي؟ دي نقطة مهمة جدا حضرتك أثرتها. المتغير المهم جدا أن هناك كثافة كبيرة جدا في استخدام الصواريخ من روسيا في اتجاه أوكرانيا وضرب أهداف حيوية زي محطات الطاقة، ودي مشكلة كبيرة جدا لأوكرانيا، وهتخلي أوكرانيا يعني الحقيقة الخسائر والروح المعنوية منخفضة جدا، لأن الطاقة في كييف على وجه التحديد والمدن الرئيسية ابتدت تتأثر، وأيضا المنظومات العسكرية. وبالتالي عشان أصد هذه الصواريخ كان لازم منظومة لصد الصواريخ، والباتريوت هي الحل في هذا الأمر. وهذه الدراسة الحقيقة في شكلها الحالي أنا شايف أنها ممكن تتنفذ في المستقبل، سواء من أمريكا أو من بعض دول حلف شمال الأطلنطي لإمداد أوكرانيا بها. المشكلة الرئيسية أن في حالة إمداد أوكرانيا بالباتريوت ومستشارين أو خبراء أوروبيين هيتم ضربهم، وده اللي أعلنته روسيا، وبالتالي هتحتاج وقت طويل جدا للتدريب القوات المسلحة الأوكرانية خارج الحدود ثم نقل هذه الصواريخ وتشغيلها بواسطة الأوكرانيين. أنا شايف دي المشكلة الرئيسية. لكن هو سيادة اللواء الولايات المتحدة أو الناتو بشكل عام حافظ على احترام خطوط حمر كانت متفق عليها ولو بشكل ضمني، منطقة حظر طيران، هذه مسألة رفضت من جانب الولايات المتحدة ومن جانب أغلب الحلفاء بأننا سندخل أقرب إلى حرب عالمية ثالثة. دخول منظومة الباتريوت إذا كانت الولايات المتحدة جادة في تقديمها، هل يمكن أن تشكل تزحزح ما في منظومة الخطوط الحمر التي كانت مفروضة؟ لا، هو الباتريوت لو دخلت هذه المنظومة هتخش بواسطة قوات مسلحة أوكرانية بعد تدريبهم في الخارج، وده أمر هو احتماليته ليست كبيرة، لأن يعني هيحتاج وقت طويل جدا للتدريب، وهي منظومة مكلفة جدا. لكن لن يتم تشغيل الباتريوت بواسطة خبراء من دول الحلف شمال الأطلنطي أو أمريكان بالطبع، لأن هيكونوا دخلوا في الحرب بصورة واضحة جدا. تخيل قوات مسلحة تبعت خبراء على أرض أوكرانية في حرب ضد روسيا. لكن هو الفعلي أن الحلف بيشرف على عمليات تدريب بميزانيات معتبرة من جانب الدول الأعضاء بعناصرها، يتم استقطاب عناصر الجيش الأوكراني إلى ألمانيا وبولندا مثلا. ده صحيح، التدريب للقوات المسلحة الأوكرانية خارج أوكرانيا، نعم، ثم عودتهم مرة أخرى، ده اللي بيحارب أوكرانيين على أرض أوكرانية، وبالتالي هذا منظومة هيمارس دي منظومة أمريكية، فبالتالي تم التدريب عليها، بعض القطع المدفعية أيضا التدريب عليها، بس كل ده بيتم خارج أوكرانيا ثم تشغيل بواسطة قوات مسلحة أوكرانية.
ده الوضع ده مستمر بقى له فتره. نعم صحيح. وعلى نفس هذا الطرح هيكون ايضا التدريب على مع باتريوت لو اقرت بالفعل. اخيرا سياده اللواء، لو اقرت واحتماله يعني انا حضرتك ترى ضعيف ليست عالي. نعم بالضبط. اخيرا مساله توازن القوة بين السلاح الروسي، وروسيا مورد معتبر للسلاح في دول عده حول العالم، في مواجهه السلاح الغربي سلاح الناتو وعلى راسه السلاح الامريكي، ما الذي افصحت عنه هذه الحرب؟ طبعا الاسلحه الغربيه التي يتم الدفع بها الى اوكرانيا هي في الاساس اسلحه دفاعيه وليست اسلحه هجوميه. وعشان نعرف الفرق في المدى، يعني هنشوف منظومه القمر اللي بيدوها لهم المدى 80 كيلو، في نفس الصواريخ متطوره مدىها 300 كيلو، فما بديش ال 300 كيلو، بدي ال 80 كيلو. فاسلحه دفاعيه لكي لا تستخدم في ضرب الاراضي الروسيه، وهذه خطوط حمراء اوروبا وامريكا بيحترموها حتى الان، وانا شايف ان في المستقبل هيحترموها لانهم لا يريدوا الدخول في مواجهه مع روسيا على الارض الاوكرانيه وضرب الاراضي الروسيه. فانا شايف ان هيستمر الدفع بالاسلحه، ولكن ايضا هيتم لكن حتى مع الاسلحه الدفاعيه، مع هيمارس، مع تشالنجر، مع اشكال اخرى من الصواريخ المضاده للدروع التي جرى امداد الجيش الاوكراني بها، عرقلة تقدم الجيش الروسي على الأقل وفق ما قيل عن أن التقديرات الروسية لم تكن دقيقة بالقدر الكافي، يمكن أن توضع في كفتي ميزان ولا القياس بينهم صعب؟ لا طبعا توضع في كفة الميزان، لأن الدفع بهذه المنظومات حتى لو كانت دفاعية بتعمل على عرقلة الجيش الروسي، وعلى الأقل إحداث خسائر وتكلفة عالية جدا لروسيا في تحقيق أهدافها، وده المطلوب. لكن أنا شايف أن هيحترموا الخطوط الحمراء اللي بينهم، وده هنشوف ان حتى حصل اتصال ما بين وزراء الدفاع، ما بين اجهزه المخابرات وايضا وزراء الخارجيه، هذه الاتصالات بين امريكا وروسيا لاحترام وتاكيد الخطوط الحمراء. اللواء دكتور هشام الحلبي المستشار باكاديميه ناصر العسكريه العليا منضما الينا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لحضرتك.